ما هو الشرط الخامس من شروط الصلاة؟ أن نستنى ومسفرت. نعم. رفع الحدث. ما هو رفع الحدث؟ لابد من رفع الحدث الأكبر بالاغتسال ورفع الحدث الأصغر بالوضوء. نعم. لا إيش لتغرى الرأي الجبال رفع الحدث تلقون وضوفك تنشون وضوفك فما ست. فلو صلى بعد أن خرج منه مني مثلا ولم يغتسل فصلاته باطلة. مني كوطبها لا جنابه سيعود بيساقد صلاته ودكما. ولو صلى بعد أن خرج منه ريح مثلا ولم يتوضأ فالصلاة باطلة. أير كوطبها لا بيساقد صلاته باطلة. إذن الشرط الخامس رفع الحدث. أمستنى ومسفرت وضوء في الجنتين كسو ما صدر. حدث أكبر بالاغتسال أصغر بالوضوء. تلك وضوء فج بمتاتل تنش وضوء فج وضوء بمعدرك.